احسن مشاهدين الشقيقه نشوف تي في. مرحبا بكم في هذا المباشر من وسط مدينه الدار البيضاء. كتشاهدوا معنا في هذا الاثناء وبرافو رجال الامن بالمنطقه الامنيه اوفا بمدينه الدار البيضاء فرقه الدراجين اللي تمكنوا من ايقاف واحد الشخص في حالة غير طبيعية وبحوزته كلب شرس كان كيحرضو على المرة. الناس اللي كيكونو دايزين هنا في الشارع العام كيحرض عليهم هذا الكلب من فصيلة شرسة أو من نوع فصيلة البيتبول. صاحبي خويا من نوع بيتبول كان كيحرشو أو كيحرضو على المرة. الكلب الشرس اعتدى عض قام بالعض ديال جوج ديال الاشخاص، شخص غادر وشخص اخر كيرغب في المتابعه. هو اللي اتصل برجال الامن جاو على عجل وتمكنوا من ايقاف صاحب هذا الكلب الشرس في انتظار وصول سياره النجده او سياره الشرطه اللي غادي تنقلوا لمصلحه الشرطه. الشخص اللي عضوا الكلب هو هذا، هو كتشوفوه هز السروال ديالو كيولي المكان ديال العض لرجال الامن. اذا برافو للعناصر الامنيه تمكنوا من ايقاف هذا الشخص بدون اشهار السلاح او اطلاق اي رصاصه، لان عاده من كيكون الكلب شرس ومدرب على الفتك او على الاعتداء كيضطروا رجال الامن استعمال السلاح الوظيفي. غادي نحاولوا نقربوكم، ها هو كاين هنا ما كيبانش لان الزجاج اسود، وهذه حتى هي نقدروا نعتبروها مخالفه اخرى ديال السير انه داير زجاج اسود في السياره ديالو من انتظار وصول السياره ديال النجده من اجل نقل هذا الشخص الى مصلحه الشرطه. الشخص اللي كيتبين حسب النظره من النظره الاولى كيتبين بانه في حاله غير طبيعيه كيسوق السياره في حاله غير طبيعيه، يعني عنده السياقه في حاله سكر، وكذلك الحيازه ديال كلب شرس اللي كان كيحرضو على المار. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه في انتظار السياره ديال الشرطه. سنأتي إلى هذا المباشر وإلى مباشر آخر. إذا ها هي جات السيارة ديال الشرطة وصلت في هذا الأثناء. أجا خويا من هنا باش ما تبانش، أجا صاحبي من هنا. الله يحفظك. السيارة ديال الشرطة وصلت كيف كتشاهدوا، غادي يتم نقل هذاك الشخص صاحب الكلب الشرس اللي كان كيحرضوا على المواطنين هنا في وسط المدينة. حاولوا ما امكن اننا ما نبينوش الوجه ديالو، هو هذا ها هو مصفط طرف رجال الامن. هذه هي السياره ديالو. الشخص اللي كان متحوز بكلب شرس كان كيحرضو على المرة هنا لوسط المدينة مدينة الدار البيضاء. غادي يتم النقل ديالو إلى مصلحة الشرطة، وربما السيارة ديالو غادي تاخذها شاحنة الجر إلى مصلحة الشرطة كذلك. برافو للعناصر. تدخل ناجح وبدون استعمال الرصاص. نشكر لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه، دمتم في غايه الله والى مباشر اخر.